أموت بإيديا هي أحدث أغاني الصوت الجزائري كماليا ورد، واللي لاقت نجاح كبير خاصة مع اللوك الجديد اللي اختارته لنفسها مؤخرا. ولسه الصراع مستمر بين كماليا خريج برنامج المواهب أرب أيدل وأحلام، اللي قالت عنها إذا كانت هي الملكة فأنا الإمبراطورة. ممنوع لمس الحب أغارني عليك، أموت بإيديا اللي شاركني بيه. باستغلال الجزائري الجريء من تصميم سمير كارزبي، كانت إطلالة كاميليا ورد مع كاميرا عربو. طبعا هاد ستايل كاراكو جزائري، هيدا اللي من فوق هو ما هو البنطلون تبعيته، لكن ما إجا قدي، فأنا لبست بس الفيست الجاكيت تبعيته، وهو من تصميم مصمم سمير كارزبي، بوجه له أكبر تحية. Thank you. اللوك اللي قدمته كاميليا من حيث خسارة وزنها وكمان الشكل الجريء في مشاهد الفيديو كليب، قدر انه يعمل صدى كبير من قبل جمهورها. تعبت كتير على حالي، وجيم سبور، وطبعا عم بعمل ريجيم وعم قلل الاكل، وادارة اعمالي هي اللي واقفة فوق راسي لحتى عملتها. تنخطف الواني اذا هشر بيدي، اموت بيدي يلي شاركني فيه. أموته بإيديا هو عنوان أغنيتها الجديدة، واللي كمان بيحمل رسالة من كاميليا لأشخاص معينة في حياتها. بده يرسم الحزن على وشي، ينزع الفرحة على وشي، وبدي أكون تقولوا أموته بإيديا لكل شخص بيحاول يكسركم ويمنع نجاحكم. ممنوع يتقرب لحضانة أحد. كاميليا صرحت لنا من قبل إذا كانت أحلام هي الملكة فأنا الإمبراطورة. أنا ما بحب الألقاب هاي، إمبراطورة ملكة، بس أنا عملتها جاكارة، اسم إمبراطورة. صدقوني يا كل اللي عم يحضرني وكل اللي بحبني أو اللي ما بحبني، إمبراطورة عبارة عن جاكارة، يعني عم جاكر حدا بده يكسرني. بس أنا بحب لقب الكاتو من المرأة الخطأ أكثر. هايم بي هايم بي وعيوني سهر. لكن الواضح أن الخلافات بين أحلام وكاميليا لم تنتهي، وآخرها كان في المطار بالإمارات، بحيث تم سحب الباسبور الجزائري الخاص بيها فور وصولها، الأمر اللي جعل كاميليا تتهم أحلام بأنها هي المسؤولة عما حدث لها. فجأت أنه انسحب باسبوري بالمطار ونعمل لي منع سفر، يعني حاولت بكل الوسائل لحتى قالوا لي أنه في الفنانة أحلام عاملة مشكل بخصوصك على اسمك، ولازم تنحل قبل ما نرجع لك جواز السفر. ممكن هي غلطت معي وأنا رديت الغلط بالغلط، لكن أنه يصير حقد وكره ويصير يوصل مواصيل كبيرة، فهذا اللي أنا بقوله من خلال عربود، أنا مسامحتك بس ما بعرف إذا الله حيسامح. كاميليا كان ليها شكر خاص لنجم الراي شاب خالد، واللي هنأ وعبر عن إعجابه بأغنيتها الجديدة. أنا من عربود بدي أوجه تحية كبيرة لملك الراي، فناننا العالمي، وبقول له شكرا لتواضعك، شكرا لاحترامك للمواهب الجديدة، انه تعطيها يعني قوة انه بيعتوا اكثر، وبتمنى كل الفنانين من الصف الاول او الصف الثاني بيكونوا بتواضع اللي عندك والرقي، وانا بالذات بالذات بحبك والبلادي. وسات حصرية باسمه وللأبد، ممنوع يتقرب لحضانها أحد.